صباح الخير، انا في العياده النهارده في متابعه معايا اخ ووالدته من الكويت، وليهم قصه حلوه. يعني انتوا يمكن تابعتوا او هتشوفوا في الانستجرام القصه بتاعت ام مسعود. هي كانت عامله تكميم معده من حوالي 11 سنه، مظبوط؟ 2009 2009 2009 كنت وزنك كام؟ 171. ونزلتي كام؟ نزلت 70 كيلو. جات لنا بعد كده المشكلة، رجعتي دلوقتي وزنك كام؟ جات 120 كيلو. 120. المهم رجعت ل 120 كيلو. فكان الحل بعد رجوع الوزن، ممكن برضو تقولي الناس ايه سبب رجوع الوزن؟ في رأيك ايه أكتر حاجة سببت رجوع الوزن؟ الحلويات. حلويات. طيب ده اللي بنقوله 70% بنكتشف إن في سبب ممكن نصلحه. الحلويات والمعجنات. طبعًا ما ينفعش، ما دي الفكرة. معلش، حصل ورجعت. فبقى عندنا دلوقتي اختيارين، يا نعمل اعاده تكميم يا نعمل تحويل مسار. الافضل ما نكررش نفس العمليه الاولانيه، لو ما نجحتش يبقى نخش على الخطوه اللي بعد كده اللي هي تحويل مسار. فكان القرار ان نعمل اشاعات، لو حجم المعده كبير بنعمل اعاده تكميم. لو يفضل المريض ان هو يعمل اعاده تكميم. لو الحجم صغير او محافظ عليها ما توسعتش المعده نعمل تحويل مسار. فعملنا الاشاعه، لقينا واجهتنا مشكله ان كان حصل فتق كبير من المعده نفسها، طلعت جوه الرئه فوق عند القفص الصدري. فدي برضو كمان من موانع ان احنا نعمل تكميم معده او اعاده تكميم ليها. وبالتالي عملنا العمليه تحويل مسار يوم الخميس اللي فات. اخبارك ايه؟ الحمد لله. النهارده ايه؟ الاثنين. يعني 4 5 ايام ما شاء الله. الحمد نقاها. الحمد لله. كله كويس. الحمد لله. انا سمعت ان جيتوا من الاوتيل مشي. كيلو ونص مشي، ما شاء الله. الحمد لله. انت سنك كام سنه؟ العمر يعني؟ 59. ربنا يديك طول العمر ما شاء الله. بصراحه الله ينور. ده يعني انا فرحت جدا لما عرفت ان هم مشوا. محمد بقى ليه قصه جميله. محمد جاي النهارده متابعه. محمد انا بتحديتك انت. محمد تحداني، لان دايما قلت في الاول انا ما بفضلش اعمل اعاده تحويل، اعاده تكميم. دايما افضل لو التكميم ما نجحش نعمل تحويل مسار. فهو صمم وطلب اعاده تكميم، وقلت له النتائج ممكن ما تكونش مرضيه، فصمم وتوكلنا على الله. طبعا وافقت لسبب، لان عملنا برضو نفس الاشعه لقينا المعده تمددت. محمد انت كنت عامل تكميم المعده سنه 2010 في الكويت. انت برضو حضرتك كنت عامله في الكويت برضو. وكان وزنه 162 ونزل ل 80 كيلو. بعد كده لما جالي من حوالي سنه بالظبط رجع لوزنه ل 120 كيلو وعملنا اعاده تكميم. النهارده جاي متابعه، بنعمل المنظار معده اللي هو بعد سنه دايما بنقول المتابعه، لسه هنعمله دلوقتي ونطمنكم عليه. نزلت من 120 ل 75. ما شاء الله. بكتله الجسم كده هو رجع للمعدل المثالي، يعني هو بالظبط في النص اللي هو 23 ونص. ف ما شاء الله تحدتني وكسبت. ايه الاخبار؟ حسيت بفرق؟ حياتك اتغيرت؟ ممتازه الحين الحمد لله. انت كنت اوطى وزن وصلت له كام بعد التكميم؟ كنت 82. انت نزلت تحت انت نزلت اقل من التكميم الاولاني. طب ما ده كويس، ده تحدي. ده انا لسه واخد بالي دلوقتي انت نزلت اكتر من اول تكميم، واقل من الوزن المثالي بقى. ايوه. لا لا، انت في النص بالظبط، بس الوزن المثالي رينج، فانت في نصه بالظبط. فده لا اقل من. اقل. انا المفروض ليه 20 كام انت؟ 23. انا 83 183 تقريبا. عشان مكتوب عندي 182، ممكن ده الفرق. ما زلت، فده كويس. مبسوط؟ راضي؟ الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. هنعمل منظار واطمنك كده ان شاء الله. يلا مبروك ليكم وفرحان ليكم جدا والله.